انه يتواجد ضد النخبه. كنظن انه كاين ضغوطات حاد دون المجيء ديالو، هو مرحب به داخل المنتخب الوطني، لانه اي واحد كيطمح انه يحمل القميص الوطني ويشرف يعني الكرة القدم الوطنية. كنتمنى ان قادم الايام تعطينا شي اخبار سارة على هذا اللاعب ويلتحق بالنخبة الوطنية، لانه لاعب شاب، لاعب اللي يصطع النجم ديالو في داخل البطولة الاسبانية، لاعب عنده كفاءة عالية، وهذا البروفيل يعني محتاجه المنتخب الوطني باش اننا ان شاء الله. سنأخذ رأي عزيز مدرب، ضغط كبير عشاه اللاعب، لاعب صغير السن، امكانيات كبيره، انت كلاعب طبيعة الحال عشتي محطات وتجارب احترافيه، شنو يمكن تقول على هذه التجربه وما يعيشه الصمد الزوزوي؟ هو صحيح، ونحن نتمنى يكون حاضر معنا في هذه النسخه الصمد الزوزوي. بون انا كنشوف القضيه من واحد الجانب اخر، وهو احنا يعني كاطر مغربيه يعني كنشتغلوا كان في البطوله الوطنيه المغربيه، وعندنا كل الامكانيات باش يمكننا نخرجوا يعني عبد الصمد الزوزولي وغيره يعني في الوطن. ولكن اصاحبي عمركم ما خرجتوهم، هذا المشكله صراحه. انا كنقولها بكل صدق، عندهم مواهب كبيره كتخسر الامكانيات شي شويه تحط شنو الامكانيات اصاحبي؟ حتى انتم ما خدمتوش عزيز اصاحبي، عزيز البياز البوحياوي مصطفى الحداوي، ما درتوش داك الشيء، ما درتوش الباساج دو الجينيراسيون اللي من وراكم. صراحه انا هذه الجينيراسيون دوماج كبيرة من هاد الموهوبين واللي غادي يدعموا ماشي غير يعني كل 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 فئة ديال المنتخبات الوطنية. وسنأخذ رأي الطاقم التقني للمنتخب الوطني الممثل في مصطفى حجي عبر سكايب بخصوص قضية وملف عبد الصمد الزرزولي جناح اف سي برشلونة.